طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Enséñanos a orar, igual que Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. En las Sagradas Escrituras, Dios declaró que el Mesías vendría como Salvador del mundo. La vida de Jesús es una evidencia de que Él es aquel de quien los profetas nos hablaron. Isaías profetizó que la Virgen concebiría y daría luz a un hijo. Dicha profecía se cumplía siglos después con el nacimiento de Jesús. Las Sagradas Escrituras declaraban que el santo que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios. Eso significa que Jesús iba a ser llamado Hijo de Dios no en sentido físico, sino espiritual. Y eso lo vemos reflejado en su vida. Sanaba a los enfermos, perdonaba sus pecados, les hacía volver a Dios y les prometía un lugar en su reino eterno. Se ofreció a sí mismo como sacrificio por sus pecados y luego resucitó, venciendo así a la muerte. Jesús dijo: Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. La vida de Jesús no solo cumplió las profecías, sino que también confirmó la veracidad de la palabra de Dios. Los profetas decían que la palabra del Señor es perfecta y permanece para siempre. Jesús mismo dijo: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús vino a darnos una vida plena. Cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén,
escogió seguir su propio camino y sus acciones le separaron del Creador. Las Santas Escrituras dicen que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Se refieren a la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Pero al igual que un carnero ocupó el lugar del hijo de Abraham, Dios también envió al Mesías a morir por nosotros. Con su vida, muerte y resurrección, restauró la relación entre Dios y todos aquellos que ponen su fe en Él. Ahora, quienes siguen a Jesús no solo han recibido el perdón de sus pecados, sino que son salvados del juicio eterno de Dios. Tienen el paraíso asegurado y estarán con Él para siempre. Esta es la vida y la liberación de la culpa y del poder del pecado que Jesús nos ofrece. No se trata de seguir una religión, sino de decidir tener fe en Jesús. Él dice, «Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él». Esto significa volver a Dios y confiar en que Jesús entrará en nuestra vida, perdonará nuestros pecados y obrará en nosotros. No basta con aceptar intelectualmente sus afirmaciones, ni con tener una experiencia emocional. Le recibimos por gracia, a través de la fe, en un acto de voluntad. Las personas que están dispuestas a seguir a Jesús el Mesías pueden decírselo con una sencilla oración. Si estamos dispuestos a abrir nuestra vida a Dios ahora mismo, podemos adherirnos a la siguiente oración en silencio, de corazón. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonarme los pecados y darme vida eterna. Haz de mí el tipo de persona que quieres que sea. Yo quiero seguirte. Amén. Jesús dijo a sus seguidores, «Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen». Para poder experimentar la vida plena que Jesús prometió, sus seguidores hablan con Él cada día a través de la oración y leen o escuchan su palabra. Hablan a otros de Él y se reúnen con otras personas que también le aman y le siguen. Recordemos su maravillosa promesa. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.